طب انت اشتغلت مدرب حراس مرمى؟ انا اشتغلت كشكول كشكول اه عارف مدرس كشكول آه اللي هو اللي كل المواد اللي لما هدوكوتي آه. صمم اللي انا اشتغل معاه قلت له انا عايز ابدا من ناشئين عشان اطلع صح قال لي اشتغل ناشئين واشتغل معايا مساعد قلت له هيكون دوري ايه معاك م. قال لي هتعمل لعيب راجع من اصابه تعمل له تحضير لعيب مهاراته عايزه تحسين تعمل له مهارات احتاجك في اي مساعده تاديها لي كذا قلت له طيب اوكي لكن انا هعمل مدرسه كوره عملت مدرسه كوره تحت 8 ل 12 سنه آه. في النادي الاهلي واعتقد انها من اوائل مدارس كره القدم آه بعد كده اشتغلت مدرب منتخب فريق 17 سنه في النادي اللي كان فيه طاهر ابو زيد ابو زيد وعلاء ميهوب ومحمد حشيش والشله دي واسامه ومجموعه آه. كبيره يعني اه ويعني كنت بدخل النادي الساعه 8 الصبح بروح الساعه 8 بالليل هو ده النادي الاهلي يعني طب انت رفضت ليه مدير كوره رغم ان تولى المسؤوليه الكابتن حسن حمدي آه. قبل كده انا لما اشتغلت بعدها مدرب حراس مرمى اه وافقت ان انا اشتغل وجبت كتب وحضرت دورات عشان اعرف اشتغل مدرب حراس مرمى م. كان معايا اكرامي ثابت البطل احمد شوبير رحمة عادل رحمة عبد المنعم احمد ناجي الخمسه دول كنت انا المدرب بتاعهم سنتها اكرامي وثابت خدوا احسن لاعب في مصر ودخل فينا مش عارف ثلاث اربع تجوان في السنه يعني انت عاوز تقول انت اللي خليتهم كده تنطقوا؟ وكان اه لا طبعًا, طيب. طبعا 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 آه آه طب انت فتره التدريب دي انتقلت مبكرا للاحتراف في الخليج احكي لي فيها كده بسرعه كده انت سافرت ال... سبت الناشئين النادي الاهلي وبعدين سافرت آه دبي؟ دي مرتبطه بالسؤال اللي انت قلته قبل كده مدير آه كوره مدير كوره آه, اه وطبعا دي مستند ده مستند دبي ايه؟ اه بنطلع مستند قديم برضو يسمح القانون يسمح يعني حصل خلاف ما بين هيدكوتي وما بين الحاج احمد سقراط آه كان, كان مدير الكوره ساعتها ايوه ف لقطيعه يعني تقريبا كده ف فريم مرتي وكمال حافظ قعدوا مع الخواجه قال لهم له طيب خلاص يبقى محسن هو حلقه الوصل بينه وبينه يعني يساعدني ويساعده ايوه فقمت انا بدور الوسيط مم بقيت يعني اخد من ده عايز كذا يعني اه حلقه وصل ما بين الحاج احمد صورات وبين كوت خلص مم الموسم فدخلنا بموسم جديد وتشكيل الاجهزه للموسم الجديد كوتي دخل الاجتماع طلع من الاجتماع قال لي تعالى قال لي مبروك قلت له خير مبروك ايه؟ قال لي مبروك انت مدير الكوره قلت له مدير كوره فين يعني مدير الكوره؟ <applause> قال لي مدير الكوره بتاع الفريق قلت له مين قال لك اللي انا موافق؟ آه. ومين قال لك اللي انا عايز؟ قال آه. لي ما انت اشتغلت معايا السنه اللي فاتت، قلت له انت اشتغلت عشان انقذ موقف. نعم. عشان في مشكله، لكن ده مش كاريري، انا راجل شغلي في المستطيل الاخضر، انا ما بلعبش الا في المستطيل الاخضر، انما مدير كوره، مدير كوره انا ماليش اي يعني رغبه في هذا المنصب ولا ليا اي مواصفات لهذا المنصب، وبالتالي انا بره طلعني بره الجهاز كله، لكن ما اشتغلش مدير كوره، دخل آه. اجتماع تاني. طلبوا من حسن حمدي ساعتها ان هو يعتزل اعلن آه. اعتزاله حسن حمدي وتولى منصب مدير الكرة ساعتها مظبوط مظبوط انت ضربت اهلي دبي ايوه وايه تاني من الانديه الخليجيه؟ دربت آه السعوديه اهلي دبي مع هيدوكوتي مع هيدوكوتي أما اه لما رحت اه برضه انت في ديله في كل حته بيروح آه. ودربت نادي العين قطاع الناشئين في الاول نادي بعدين كدرجه اولى دربت نادي الخليج في السعوديه النادي الوطني في السعوديه دربت الوحده في مكه المكرمه دوري ممتاز دربت نادي النصر السعودي من الدوري من الانديه الكبيره في الدوري دربت في عمان دربت في الامارات يعني لفيت الخليج كله يعني تقريبا يعني.